ولا يعاقب عليه. يعني العيل الصغير بيعيط وبيجوع وبيعطش وبيشرب وبيتعب وبيمر، الامور دي كلها اختبارات من الله سبحانه وتعالى، ولكن اختبارات تعليمية. ايوه، لا يجازى عليها من عقاب من عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى يعني الحقيقي. إذا كلام حضرتك بيقول إن ما هون ليس هناك معنى ما بين البلاء والابتلاء، ولا هناك فرق ما بين المعنيين؟ لحضرتك في هذا هذه المسألة خصوصا اللي هو الفرق بين البلاء والابتلاء، العلماء فيها إلى فريقين. نعم. الفريق الأول قالوا أن الاثنين بمعنى واحد، كلاهما يؤدي إلى معنى اختبار الله سبحانه وتعالى للعباد، فالبلاء يعني الاختبار والابتلاء يعني الاختبار. أما الفريق الآخر وهو الذي أنا أميل إليه، وهو أن البلاء شيء والابتلاء شيء آخر. تعالوا كيف يكون ذلك؟ ولكن دائما ما نذكر الاثنين بنفس المعنى في حياتنا. احنا بنستقبلهم بنفس المعنى، لكن بعض العلماء اتجه إلى أن كل واحد منهم بمعنى آخر. تعالوا ننتبه إلى هذا الأمر جيدا. البلاء ونركز فيه حينما يكون الاختبار من الله سبحانه وتعالى على جميع البشر. يبقى لما يكون الاختبار واقع على جميع البشر زي كورونا اللي احنا فيه، أسأل الله سبحانه أن يرفع هذا المرض وهذا الوباء، اللهم أمين يا رب العالمين. هذا الوباء عام على جميع البشر، إذن هو بلاء من الله سبحانه وتعالى. طب ربنا بيجيب البلاء ليه؟ لما بيلاقي الناس انحرفوا عن الدين وبعدوا عن الأخلاق واتجهوا اتجاها بعيدا عن أخلاق الإسلام، يعني انحرفوا انحراف شديد، فربنا سبحانه وتعالى ينزل بهذا البلاء للأمة وللبشر جميعا حتى يعودوا إلى رشدهم ويصححوا الطريق بتاعهم ويرجعوا إلى ربهم سبحانه هنا وتعالى. هنا لازم برضو تقول لي سبب نزول الابتلاءات بتكون إيه؟ إيه السبب أن ربنا أو الحكمة من نزول الابتلاءات على الإنسان؟ هو دي سؤال جميل جدا، بس احنا نتطرق إليه بعد ما نكمل هذا الرأي علشان المشاهدين ما يتوهوش مننا. طيب للبلاء أنواع، فقد يكون خيرا وقد يكون شرا، فالسعادة أحيانا تكون بلاء، هذا صحيح؟ تمام حضرتك، أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي أو بينزلها على الإنسان هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن يكون حضرتك الشيء الذي يعطيه الله للإنسان ابتلاء، وحينما يحرمك الله سبحانه وتعالى من هذا الشيء يكون ابتلاء. بمعنى يعني لو ربنا إدى لحضرتك المال، أنت في ابتلاء اسمه ابتلاء المال واختبار المال. كيف فقد منك فقد منك المال، يبقى ده اختبار من الله سبحانه وتعالى. طيب أنا ربنا عطاني نعمة، فأنا عارفة أن النعم برضو بتكون ابتلاءات، يعني إحنا قلنا أن السعادة ابتلاء. تمام. والشر أيضا ابتلاء. طب إزاي بقى السعادة وإزاي المال والنعم تكون ابتلاء؟ أي شيء أعطانا الله إياه سواء كان على سبيل الخير أو على الشر، لكن حضرتك ذكرتيهم يعني غالبهم على الخير، يعني هو